ما رأيك بخروج القوات الروسية من سوريا؟ خطوة جيدة للحل السلم في سوريا من أجل المعيشة والتواصل يستمر في سوريا. هي خطوة جيدة إلى حل السياسة في سوريا والحفظ والأمان والاستقرار في المنطقة. خطوة جيدة لإفشاء السلام وإنهاء الحرب، يعني ما بيأكلها غير المدنية القصف، وما بيأثر خالص على السوار، عم بيأكل العالم المدني اللي ما لهم دخل ما لهم علاقة في الحرب خالص. نحن نتمنى أنه يخرجوا قوات الروس من سوريا مشان يصير الأمن والأمان وإن شاء الله يصير حل سياسي. ما رأيك بخروج القوات الروسية من سوريا؟ خطوة جيدة لإعادة الأمن والأمان والاستقرار في سوريا وإنهاء الحروب. أنا بالنسبة لي كرأي شخصي يعني روسيا ما دخلت على سوريا مشان تدخل، روسيا دخلت على سوريا مشان مصالحها، وبالنهاية هي يعني أخذت نقاط عسكرية وقواعد عسكرية أو مصالح، إن كان على ميناء البحر أو مصالح عبار غاز أو نفط أو أي شيء، فهي على أساس هاي دخلته ما راح تطلع، وهي راح تضل بسوريا، بس حاليا بجوز تنسحب في محل النقاط اللي هي وعدة اللي وعدت فيه، يعني النقاط اللي وعدت فيها هي راح ترجع حاليا للنقاط اللي وعدت فيها تستقر فيها تقعد فيها.